أصدقائي المغاربة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مصعب الحمداوي، ممثل جامعة بهشتشهير في إسطنبول. جامعة بهشتشهير وهي جامعة تركية توجد بإسطنبول. غادي نقدموا لكم في هذا العرض هذا معلومات حول جامعة بهشتشهير. طبيعة الحال جامعة بهشتشهير هي جامعة تركية، وهي جامعة أسست سنة 1998، بل أكثر من هذا، هو أن جامعة بهشتشهير هي جامعة وقفية وليست بجامعة ربحية. بمعنى ما تنقول وقفية بأنها ليست هي جامعة خاصة، ولكنها وقفية أهدافها أنها تعليمية أكثر من أنها ربحية. الشيء الثاني اللي ممكن نقول لكم عليه حول جامعة بهشتشهير، هي جامعة جاءت في قلب إسطنبول، كيفما تنشوفوا هنا بأن جامعة بهشتشهير جاءت في قلب إسطنبول، بحيث أن الطالب ممكن أنه يتحرك ويتنقل في وسائل النقل بطريقة سلسة وجيدة. وأيضا المكان دياله هو مكان رحب وجميل جدا، يمكن يسهل مجموعة الأمور في أمور الدراسة. وأكثر من ذلك هو أن جامعة بهشتشهير جاءت مقابلة لمضيق البوسفور. طبيعة الحال معلومات كثيرة غادي تشوفوها معنا في هذا الفيديو. نتمنى أنكم تتبعوا معنا هذه الخطوات، ونمشيو إن شاء الله دابا نشوفوا أشياء أخرى. يلا نمشيو إن شاء الله باش نشوفوها. احنا الآن في مكتبة جامعة بهشتشهير. هذه المكتبة هذه اللي فيها ثلاثة ديال الطوابق، اش غديروا؟ خليونا ندخلوا ونشوفوا نكتشفوا هذه المكتبة هذه. اهلا، ساره بخير؟ لاباس؟ واش هانية؟ لاباس الحمد لله. انت؟ الحمد لله ربك فيك. احنا دابا تندير واحد الفيديو للطلبه المغاربه في المغرب، وانك تخدمي لنا راسك ليهم. انا ساره خبوش من المغرب، كنقرا الاركتيكتور هنا، وطبيعه الشيء فيرست يير يعني. فيرست يير. واش لقيتي شي مشكل ما بين تقراي لونجلي وعاد تدخلي تقراي هنايا؟ لا، كان بروبليم باسكو انا ديجا كان عندي لونجلي مزيان. ايه. ودونك تولي حتى الا بنادم ما دوز ليكزام وما نجحش فيه يقرا في البريد سكول وصا صافا. ايه. ما كاينش مشكل حيت المغاربه تكون تيقراو فرونسي وكيجيو يقراو لونجلي، ما كاينش مشكل في هذه القضيه؟ ماشي مشكل، عاد كتزيد لك واحد اللغه زايده على انك كتكون تقرا عربيه فرونسي، وتزيد معك لونجلي وتعلمت التركيه. مزيان. كي جاتك اسطنبول؟ مزيانه، زوينه بزاف. داكو، شكرا بزاف. بغيتي تقول شي حاجه للطلبه؟ ايوا، غنقول لكم بيان فوني، وهنا كاين بزاف المغاربه، ونتعاونوا مع بعضياتنا وتعلموا اللغات. شكرا ساره. شكرا. يعني هذا نموذج شفتوه معكم، غادي نستمروا في التقديم ديالنا لجامعة بهشتشهير. يلا نشوفوا ونكتشفوا التخصصات والكليات اللي كاينه في الجامعه. غادي يسولوني بعض الطلبه المغاربه، جامعه بهشتشهير، التخصصات ديالها، الكليات ديالها، نوعيه الدراسه، اللغه اللي كتقراو بها. هذه الامور هذه كلها ممكن انني نقدمها لكم من خلال ان جامعه بهشتشهير النظام التعليمي ديالها كيعتمد على كالتالي: ان اللي بغى يقرا الاجازه عنده 4 سنوات، ماشي بحال المغرب 3 سنوات، ثم الماستر سنتين، ثم بعد ذلك كاين الدكتوراه 4 سنوات. وبطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، ان جامعه بهشتشهير عندها 9 ديال الكليات بالنسبه للتخصصات ديال، بالنسبه للسنه الدراسيه ديال الاجازه، وعندها 3 ديال الكليات اللي هما ديال الماستر جراديويت بروجرام بالنسبه للناس اللي غيقراو الماستر، وكاين ايضا البي اتش دي. بطبيعه الحال الطلبه المغاربه اللي غادي يبغيو يجيو يقراو عندنا في الجامعه خصهم اللغه الانجليزيه في التوفل، يكون عندهم 75 في التوفل. الا ما عندهمش اللغه الانجليزيه يمكن لهم يجيو عندنا لجامعه بهشتشهير، كندوزوا لهم امتحان بروفيشنسي اكزام. الا نجحوا في هذا الامتحان هذا يمكن لهم انهم يلتحقوا بالتخصص ديالهم. الا ما نجحوش فيه، على حساب المستوى الذي حصلوا عليه في هذا الامتحان هذا، كيقراوا اللغه الانجليزيه في عندنا هنا في الجامعه، ثم بعد ذلك يمكن لهم انهم يستمروا في الدراسه ديالهم. اذا هذه بعض المعلومات. الان غادي ندخلوا بشكل مفصل في هذه الامور هذه. يلا نكملوا الفيديو ديالنا.
أنا ماشي محامي ولا قاضي، أنا فقط دخلت لأحد أقسام كلية الحقوق اللي عندنا حنا في الجامعة. هذا القسم هذا اللي كيوفر للطلبة جو ديال التدريب وديال ممارسة المرافعات اللي كتكون في المحاكم، فكيف ما كتشوفوا معنا هذه أحد أقسام كلية الحقوق. كان أعتقد أنكم عرفتونا إحنا في أي كلية. إحنا في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. هذه الكلية هذه اللي كتضم كل هذه التخصصات، ومنها إدارة الأعمال والاقتصاد وعلاقات دولية وعلوم سياسية والتجارة الدولية وعلاقات الاتحاد الأوروبي والجانب المالي أيضا. كل هذه التخصصات غادي تلقاوها في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. عرفتوني أنا فين؟ أنا في كلية الاتصال. هذه الكلية هذه اللي كتضم العديد من التخصصات، منها السينما والتلفزيون، منها التصوير، منها أيضا الإعلام والإعلان. كل هذه التخصصات كيفما كتشوفوا معنا هنايا يمكن للطالب أنه يقرأها. غادي تسمحوا لي نرجع نكمل التصوير ديال الحلقة. نحن الآن بكلية الهندسة بجامعة بهجتشهير. هذه الكلية هذه اللي كتضم كل هذه التخصصات وكل هذه الميادين في هذه الكلية هذه، ومنها تخصص ميكاترونيك والإلكترونيك والطاقة وكل هذه الأمور غادي تلقاوها في كلية الهندسة بجامعة بهجتشهير. وما تنساوش أن المغرب محتاج العديد من الاختراعات والإبداعات في مجال الهندسة. ما تمشيوش، عندي لكم واحد المفاجأة. لقينا واحد طالب في واحد المختبر في 11 الليل، اش نشوفوا اش كيدير. اسماعيل لاباس؟ بخير. اش كدير اخويا في هاد الساعة ديال 11 الليل وفي المختبر؟ ايوا اللي بغى العسل راه خصو يصبر على قرص النحل. ياك سيدي، وكيفاش هاد القضية هادي؟ ايوا بفضل جامعة بهجتشهير، بفضل كلية العلوم، عندي الحق نجي نشفي الغليل ديالي ونطبق التجارب اللي بغيت في اي وقت. كاين شي مشكل السبت، الحد، وسط السيمانة، تعود 12 الليل، شنو هو الفرق زعما؟ والله الا مزيانه هاد القضيه هادي. انسان تيجي وقت ما بغى يدير المختبرات باش انه يكون متمكن من الماده ديالو. ايوا غنقول اسماعيل الله يسخر. اللهم امين. احنا مازال ما خرجنا من جامعه بهجتشهير، ما احنا في مسرح، ما احنا في سينما، احنا مازالين في جامعه بهجتشهير. هذه احد قاعات الجامعه اللي كيدار فيها مجموعه من المحاضرات ومجموعه من الانشطه. بقاو ليا جوج ديال الكليات اللي غادي نقدمهم لكم اللي كيختصوا في مستوى ديال الاجازه، وهي كليه الفن والعلوم كيف ما كتشوفوا معنا هنايا، هادو هما التخصصات اللي كاينين في هذه الكليه هذه. والكليه الثانيه هي كليه علوم التربيه. وهكذا نكون قد انتهينا من جميع كليات اللي كتهتم بأندرغراديويت اللي هي المستوى ديال الإجازة. ما بقى لنا الآن إلا أننا نمر بالمستوى ديال الجراديويت بروجرام والماستر. جامعة بهجتشهير عندها أيضا سلك ديال الماستر والدكتوراه اللي كيتمثل في ثلاثة ديال الأقسام. عندنا كيف ما تشوفوا معنا قسم علوم التربية اللي فيه مستوى ديال الماستر اللي فيها التخصصات هذه اللي هي كتهتم بعلوم التربية، لا إعدادي ولا ثانوي ولا ابتدائي. ثم أيضا عندنا قسم أو مدرسة ديال العلوم التطبيقية اللي كتهتم بالهندسة، فيها ماستر وفيها أيضا دكتوراه. وأيضا عندنا قسم علوم اجتماعية اللي فيه ماستر وفيه أيضا الدكتوراه. حنا دابا في المكتب الدولي لجامعة بهجتشهير. هذا المكتب هذا اللي فيه جوج ديال الفروع. الفرع الاول هو اللي تيهتم بجميع الطلبات ديال الطلبه باش يتسجلوا عندنا في الجامعه، لا بالنسبه للناس اللي كيقراو في اجازه 4 سنوات، ولا الماستر سنتين، ولا الدكتوراه 4 سنوات. الفرع الثاني اللي كيتميز
جوج ديال البرامج اللي كيهتم بهم هو استقبال وارسال طلبه لبرنامج ايراسموس وبرنامج اكستشينج. برنامج ايراسموس هو اللي تهتم بجامعات الاتحاد الاوروبي حيث ان الطالب يمكن له يمشي يقرا تما فصل او سنه او ستاج في اي جامعه من الاتحاد الاوروبي وكيخصوا ليه واحد ما بين 400 حتى 600 اورو. والبرنامج ديال اكستشينج هو اللي تهتم بكل الجامعات اللي خارجه الاتحاد الاوروبي منها الولايات المتحده الامريكيه منها كندا منها استراليا منها كوريا ومنها جميع الدول اللي خارج الاتحاد الاوروبي. عندي لكم بعض المفاجآت وان جامعه بهشة شهير عندها فروع في بعض دول العالم منها للولايات المتحده الامريكيه وكندا المانيا هونغ كونغ ودولة أذربيجان. هاد الفروع كيفاش يمكن للطالب أنه يمشي ويقرأ فيهم؟ وأن من خلال أنه يقرأ في جامعة بهشة شهير يمكن يقرأ السنة الأولى هنا عندنا في الجامعة والسنة الثانية ممكن يمشي يقرأها في ألمانيا في الكامبوس اللي عندنا في برلين أو في كندا في تورونتو، وهكذا يمكن للطالب أنه يقرأ في تركيا وفي ألمانيا وفي كندا، ممكن أنه يجمع كل هاد الأمور في 4 سنوات. مساليش بقى عندي لكم واحد المفاجأة. بهشة شهير كيف ما كتعرفوا انها كتوسع وكتقرب من الطلبه ديالها بشكل كبير جدا. غتقول لي كيفاش كتقرب منا؟ هو ان جامعه بهشة شهير قريبا غادي تكون في المغرب، فانتظرونا في المغرب ان شاء الله. واحد السؤال اللي غادي تبادل لجميع الطلبه، كيفاش غادي ندير ندخل لجامعه بهشة شهير؟ طبيعه الحال جامعه بهشة شهير كتقدم لكم كل هذه المعلومات وكل هذه الوثائق باش توفروها. طبيعه الحال هذه بالنسبه الطلبه اللي غادي يدخلوا في الاجازه الاندر جراديويت بروجرام، وهذه الطلبات هذه الوثائق كلها يجب توفيرها بالنسبه للطلبه ديال الجراديويت بروجرام اللي غادي يقراو في الماستر والدكتوراه. اصدقائي الطلبه، هكذا تكون الفيديو ديالنا قد وصل للنهايه ديالو. نتمنى انكم تكونوا قد دوزتوا معنا وقت ممتع وتعرفتوا على جامعه بهشة شهير، ولكن جامعه بهشة شهير غادي تعرفوا عليها اكثر الى زرتونا في معرض الدولي للطالب اللي غادي يكون ما بين 25 و 28 ابريل. واللي بغى يتواصل معنا ممكن يتواصل معنا في كل هاد قنوات التواصل منها الايميل الهاتف والفيسبوك وتويتر، واللي بغى يشوف فيديوهات اكثر حول الجامعه ممكن يدخل اليوتيوب. ما تنساوش الموعد ديالنا ما بين 25 و 28 ابريل في ملتقى الطالب في الدار البيضاء، كونوا في الموعد.